عبر الهاتف من أستراليا المهندس صافي محمد عيوش، مدير شركة شآم لتنظيم المعارض والمؤتمرات في أستراليا. يسعد صباحك أستاذ صافي. صباح الخير، صباح النور. أهلا وسهلا فيك أستاذ صافي. صافي، بالبداية خبرنا أكثر عن فكرة المهرجان، كيف انطلقت من بعد تعب كتير؟ فكرة المهرجان طلعت عبارة عن مجموعة شباب سوريين حبينا انه نعمل منصة للفن السوري في استراليا. طبعا الفكرة اتت انه نحن هون دائما بنسمع بمهرجانات اللي عم بتصير، مثل المهرجان السينمائي الفرنسي، الايطالي، الاسباني، حتى اللبناني، حتى في المهرجان العربي. سألنا نحن لازم يكون عندنا شيء له علاقة الفن السوري، وليش ما لازم يكون؟ لأنه نحن أفضل المخرجين الوطن العربي من عنا، وأفضل الممثلين بالوطن العربي من عنا. فبلشنا بالفكرة، حاربنا كثير، حاولوا توقيف المهرجان أكثر من مرة، خاصة خلال 15 يوم الماضيين، بس الحمد لله كل يوم كان انتصار كثير كبير لنا. واليوم آخر يوم حينعرض فيه فيلم سوريين، والحمد لله كانت النتائج كثير كثير ممتازه. استاذ صافي، يعني قديش المهرجان بيحمل رساله بوقتنا الحالي، هو نشر الثقافه وفن سوريا الى الخارج؟ طبعا هي رساله كثير مهمه بالوقت الحالي. بتعرفي نحن حاليا هلا للاسف الاعلام عم بيسيء لسمعة السوريين بشكل كثير كثير سيء. بظن عن طريق الفن وعن طريق الافلام، عن طريق الشاشه الكبيره اللي هي السينما، عم نرسل الرساله الصح. حتى هلا حاليا الجمعه الماضيه اخذنا نتائج كثير ايجابيه من اجانب ودكاتره بالجامعه، انه متفاجئين انه يلي عم بيصير بسوريا، خاصه عن طريق الافلام. المخرج المبدع باسل الخطيب اللي بنوجه له التحيه كثير كبيره، يلي عن جد اثر كثير بالمجتمع الاسرائيلي، من خلال برلمانيين إستراليين، من خلال دكاترة، من خلال ممثلين أجانب، مخرجين. فهي أكيد رسالة كثير مهمة. وهو أنا بالنسبة لي أنا بقول السلاح الثاني اللي هو بعد سلاح الجيش العربي السوري للدفاع عن سوريا، هو ضمن سلاح الفن والسينما بالتحديد. يعني اليوم استاذ باسل الخطيب عم بيكون مشارك بالمهرجان، والافلام يلي عم يشارك فيها هي اكيد بتعكس واقع الحرب اللي عم تمر فيها بلدنا، وانعكاسها يمكن على الواقع المعاش من امل، من صمود، من تحدي. اليوم هالصوره كيف لمست وصولها للعالم يلي عم يحضروا هالمهرجان وكانوا حاضرين، وكيف لقيت يمكن النتائج؟ يعني بدي اقول لك النتائج اكثر ما كنا متوقعين. مع كل التعب والتحدي، وكثير في اشخاص للاسف حاولوا توقيف المهرجان، بس قدرنا نجتازهم. وبقول لك النتائج كانت اكثر من رائعه. يعني ما في فيلم مريم، فيلم سوريون، فيلم الاب بالتحديد، العالم طلعت كان له نظره عن سوريا، صار هلا حاليا عم يراجعوا معلوماتهم، وعم بيحاولوا يكتشفوا الحقيقه. عم بيشوفوا انه بافلام الاستاذ باسل يلي الشعب السوري الارهاب يلي اتجه لسوريا وحاول تدمير سوريا من خلال افلامه، انه ارسلنا الرساله الصحيحه. يعني ما بتصدق اذا بقول لك اجانب من رجال قبل البنات طلعوا عم بيبكوا من الافلام، وطلعوا عم بيقولوا انه متفاجئين بالسينما، بالتمثيل، بالاخراج، وبالقصص اللي كانت القصص اللي انكتبت. وخاصة هي تقريبا مثل فيلم الأب، هي عبارة عن قصة حقيقية. كثير كثير صار في تفاعل، كثير صار في تأثير، وخاصة المجتمع الإسرائيلي. وهلا في مؤتمر صحفي إن شاء الله قريبا حنعرضه على الفيسبوك، حنوجه لكم نسخة. بتلاقي في أجانب عم بيقولوا عن الأفلام شو استفادوا منها، وعم بيطلبوا منا بقى كل سنة نجيب الأفلام السورية لهون ونعرضها بإستراليا، وحتصير دعم حتى من بعض من الحكومة الإسرائيلية نفسها. استاذ صافي، يعني قد ايه عم يكون الحضور كبير؟ كيف عم تشوفوا ونوعية الحضور؟ يعني مين الأشخاص اللي عم يتوجهوا ليحضروا هاي الأفلام؟ وكيف عرفوا، يعني كيف قدرتوا أنتم توصلوا لأكبر عدد من الأشخاص؟ هلا نحن حاليا كانت مهمة كثير صعبة، لأنه نحن طلعت الفيز للمخرج الأستاذ باسل الخطيب، والفنانة القديرة صباح السائري، فنان القديرة مجنون أبو أسعد، فنان القديرة سيما قندلفت، ومدام ديانا جبور. كانت مدة فترة زمنية كثير قصيرة، خلال خمس أسابيع. تعرفي مهرجان بالعادي بدك سنة تحضير
بتعملي دعوات وهيك. فنحن خلال خمس اسابيع ما بتصدق اذا ان نحن 80% من الصالات تقريبا كانت معباية. واليوم تحديدا اخر يوم الافتتاح الصاله مليانه 100%. فالضم كاقبال كان كثير ممتاز. الشخصيات اللي هي اعضاء من البرلمان الاسترالي، دكاتره من الجامعات الاستراليه، من قسم الفن، قسم الترشيل، من قسم العلوم السياسيه، دعينا كمان صحفيين اكيد استراليه وصحفيين عرب، سيارات وطنيه واحزاب وطنيه اكيد، وشباب الاسترالي. طبعا احنا دعينا الاستراليين بشكل خاص بشكل مجاني عشان نحاول نوجه الرساله بالخاص للمجموعة بالخاصة للشباب الإسرائيلي، الشباب اللي طلاب الجامعة، فدعناهم بشكل مجاني ليجي يحضر الأفلام. فالمجموعة بشكل عام يعني اللي عم يجي على يحضر الأفلام يعني كثير، كانت من كل الطوائف يعني كبار صغار، وخاصة مجال السورية العربية. فالحمد لله خمسة أسابيع بظن عملنا شيء جيد جدا يعني، كثير مبسوطين فيه. يعني اليوم عم يتم إظهار الصورة الحقيقية عن طريق السينما السورية إلى الخارج، لكن أستاذ صافي ممكن يكون في عندكم فكرة لإنتاج فيلم سينمائي بيحكي عن واقع السوريين ببلاد الاغتراب؟ هلا حاليا إيه صار في، لأن عن طريق شركة مجموعة الشام الدولية فكرنا هلا بعد ما شفنا الأخبار وبعد ما شفنا الدعم من شركات أجنبية قبل العربية، يعني هلا حاليا صرنا عم نفكر بهذا بشكل جدي. بس هنحاول كمان اكيد نستفاد من الخبره مثل الاستاذ باسل يلي اجى لهون ودعمنا بشكل كثير كبير، فاكيد يمكن في هيك فكره. وبنفس الوقت عم نحضر لمهرجان شام 2 السنه الجايه، فمن خلال المهرجان الاول والثاني يمكن نحن نعمل فيلم خاص عن سوريا مثلا في استراليا، خاصه في صار في هجره لاستراليا، ففينا يمكن نخصصها من هون لنفرجي العالم انه بس في يلي بيترك بلده وبيجي على بلد ثاني صعب تسيبيه كمان. فيمكن هاي تكون فكره من الافكار اللي يمكن نكون فيها كفيلم. يعني بدنا نشكر كثير الجهود يلي عم تبذلوها استاذ صافي، وبنتمنى لكم كل التوفيق بهذا المهرجان، وان شاء الله دائما السوريين بضلوا تاركين بصمتهم وين ما راحوا، هي البصمه اللي كثير مهمه. الله يعطيكم العافية أستاذ صافي، أكيد مجهود كتير كبير بذلتوه، نحن ناطرين شقام 2 وإن شاء الله كمان بيكون في توفيق لإلكم، وأيضا يعني كل الشكر لهالجهود اللي عم تبذلوها. شكرا كتير لكم وشكرا لدعمكم، وحتى بنفس الوقت حابين بس أختم شغلة، ما بتصدقي وقت ما كان عالم سوريا عم يرفرف على أكبر صار أكبر شاشة صالة عربي إيطاليا، ما بتصدقي قديش كلنا فخورين بهذا العالم، لعالم الجمهورية العربية السورية يلي هو اللون الأحمر والأسود والجنتين الخضر. هذا العالم يلي كان على أكبر شاشة ما بتصدق قديش شعورنا، وفيكم تشوفوه على الفيسبوك وقت ما العالم كيف تفاعلت وقت ما طلع العالم على الشاشة. ان شاء الله دائما يعني علم بلدنا بضل عم يرفرف بجهود كل المخلصين لوطنهم بالداخل والخارج. شكرا لكم ورحمة لجاه الواح الشهداء يلي لولاهم بظن مهرجان شام ما كان صار كمان، بسببهم نحن عم نقدر نأدي الرسالة ونثقف المجتمعات عن بلدنا. أكيد، شكرا لك أستاذ صافي.